وهنقول للمواطن انت ازاي تصيف. طب نبدأ بقى ازاي يصيف اللي بيسمعنا دلوقتي؟ الناس دلوقتي بتصيف وفي ناس لسه بتستعد، بس زي ما قلنا كده في المقدمة، بكام بقت صح، بتسبق فين هنصيف؟ صح. احنا يمكن عايزين نستعرض الاول ان العالم الديجيتال او العالم الافتراضي وصل الصورة بتاعت المنتج السياحي بشكل اعمق واوضح، بمعنى انك على موبايل ابليكيشن دلوقتي بتقدري تشوفي الفندق، تقدري تتفرجي على الغرفة. ما بقاش السفر شيء يخوف، وما بقاش السفر انك لازم تروحي شركة السياحة عشان تسألي، والمندوب اللي قاعد في شركة السياحة بيفتح كتالوج بيفرجك على الصور، وبعدين بتروحي بتفاجئي في حاجة ما شفتيهاش. لا دلوقتي بقى في لايف فيديوز، معظم المشاهير بتروح دلوقتي تعمل سيلفي وتعمل على الانستجرام، فانت بتشوفوا حاجات من الواقع وبتوصلوا انكم بتبقوا متأكدين من ان المنتج ده. العالم الافتراضي او السوشيال ميديا بلاتفورمز او منصات التواصل الاجتماعي اتاحت الفرصة لكل الناس ان هو يتعرف على كل حتة في بلده عن قرب وبشكل مدروس. نبتدي نتكلم على ايه المتاح في الصيف والدنيا حر كده. نمرة واحد، عروس البحر المتوسط هي اللي بتكتسح اسكندرية. لسه ولو احنا ما زالت بس هي في بعض المناطق اكثر شهره وبعض المناطق، يعني انا هقول لحضرتك في بلطيم وجمصه، تعرفي ان في العيد اللي فات 1,200,000 راحوا بلطيم؟ ما حدش يعرف. تاني حاجه، انت عندك مواصلات سهله دلوقتي، الطرق بقت في منتهى الجمال. طب ممكن بس اقف عند العدد اللي حضرتك قلته اللي في بلطيم ده، ليه بقى؟ يعني الناس شافت ان هناك المكان اقتصاديا. يعني معظم الناس دلوقتي بتدور على، خصوصا العائلات. بس هي كده من زمان، هي ما زالت هاديه، ما فيهاش الصخب، ما فيهاش الفنانين، ما فيهاش الحفلات اللي بنسمع عنها، ما فيهاش طرق الجذب اللي بتجتذب. شوف يا استاذ معتز، انا في المقدمه قلت ان انا من الاجواء كده المحيطه والناس والكلام، يعني والناس بتقول هنصيف فين، لاحظت ان في اتفاق كده غير معلن ان الناس عايز ترجع بالمصيف لزمان، اللي أكيد. هو يعني تقعد على البحر، يتغدوا الولاد الشمسيه، بالظبط، الولاد يلعبوا، لازم يناموا، ما يسهروش للصبح. الحفلات بقى وكل الشكل الجديد للمصايف ده بدات الناس، يعني البعض يعني بينسحب منه. هو ابتدى بشكل منتظم وبعدين بقى في عشوائية. أيوة. والعشوائية قلبت إلى فوضى. أيوة. والفوضى أدت إلى تدني المستوى، سواء الفندقي أو المستوى الخدمي، سواء أن أنت بتكلي في مطعم أو أن أنت بتتعشي في مكان المفروض دفع فيه كتير وما بتاخديش الخدمة اللي أنت بتطلبيها. فتدني المستوى حصل فيه تراجع من الناس اللي هي عايزة فعلا تنعم بأجازة هادئة، ما بين قوسين هادئة، هي والعيلة. ابتدينا نرجع تاني لإسكندرية. إسكندرية فيها 51 شاطئ، ما بين شاطئ عام وشاطئ خاص وشاطئ سياحي. كل الحاجات دي تكاد تكون بأسعار رمزية جدا، بل بالعكس محافظة إسكندرية والمحافظة مهتمة جدا بتوفير كل الخدمات بمستوى يليق بالمصيف المصري. فأنت عندك حاجات أقل شهرة يمكن المفروض يتحط عليها اضواء اكتر عشان توصلي انك تنعمي باجازه هادئه، وتقدري انك تشتري اكلك اللي بتحبيه، وتقدري تتفسحي وتاكلي في الاماكن اللي بتحبيها دون الاعلان عن اماكن معينه. أيوة. نبتدي بعد كده ان احنا نخش على مرسى مطروح. انا بسميها المالديفز بتاعت ميتها. كل الناس اللي راحت لا تقل حلاوه ولا شكل ولا جوده، في سواء في الرمال او في البحر. وفي نفس الوقت اسعار منخفضه جدا، لان هناك معظم الاهالي، يعني ما فيش، نقدر نقول يعني يمكن قبل مرسى مطروح بحوالي 30 40 كيلو بتبتدي، دون ان انا اذكر ماركات بعينها، تبتدي الحاجات اللي هي الصاخبه الخمس نجوم واعلى من الخمس نجوم. لكن في مرسى مطروح بنعود تاني للعماره اللي بتاجري فيها الشقه وتاخدي فيها اللي هي والعماره العيلة. بيبقى قدامها على الخط الاول للكورنيش او للممشى السياحي زي زمان. ده حضرتك بتتكلم على الشكل التقليدي ده، كمان كان على الفيسبوك، يعني حد كان كاتب بوست وتشير كتير، كان مصور الشكل ده اللي حضرتك بتقوله، بيقول طبعًا. هو راح فين الشكل المصيف العائلي اللي الناس كلها بتتجمع فيه، بتقعد مع بعض، بتقضي وقت، بتقابل بعض اكتر، ما تبقى مهتمه هتلبس ايه وهتروح فين وهتسهر فين. رجوعا لبرضه اللي حضرتك توقفتي عنده، ان لو اتصورت
بنفس الامكانيه والابهار مرسى مطروح وشواطئ مرسى مطروح والطبيعه اللي في مرسى مطروح بنفس التقنيه وبنفس البروباجندا اللي اتصورت بيها المالديفز، احنا هناخد مرسى مطروح لحته تانية خالص. او انك تسوقي على السوشيال ميديا بلاتفورمز مرسى مطروح كمقصد سياحي مختلف، العمليه هتفرق جامد قوي. فهي خلينا نتعرض الى مقاصد سياحيه او مقاصد صيفيه اكثر شهره واقل شهره. في الحاجات اللي هي تقدري تقولي التراديشنال التقليديه بتاعه زمان اللي احنا كلنا عارفينها، برضو مش عايزين نذكر اسماء، وفي نفس الوقت الوصول اليها بقى سهل. يعني كل الشواطئ اللي انا بتكلم عليها 180 كيلو 190 كيلو، بتتكلمي على جمصه وراس راس البر، ده قصه تانية خالص. لسان راس البر، التقاء النهر مع البحر، ده معجزه في حد ذاتها. بقى كمان جاذب للشباب شويه طبعا. راس البر هي بقى في سعه فندقيه ممتازه بتسمح. الاسعار دلوقتي لو المكان ده بتديره شركه اجنبيه عالميه بتحط ستاندردز معينه بالظبط، يعني مش اقل من كذا، لان وزاره السياحه برضو بتفرض عليها مستوى معين من الاسعار ما تقدرش تنزل عنه. فما نقدرش ان احنا نقول ان احنا هنبيع الغرفه ب 50 جنيه، لا 50 جنيه يبقى انت هتروح اماكن معينه معروفه في الدقهليه وفي كفر الشيخ راس البر، وهتوصل لمراحل معينه بتبقى انت عندك البادجت موجود في اماكن معينه زي اي بلد في العالم. في اماكن سياحيه خمس نجوم واماكن متنوعة. اقل، وفي خط اول على البحر وفي خط تاني وتالت، كل حاجه بتبقى ليها ميزه بيزداد السعر. والمساله في الاخر عرض وطلب، يعني